مسكينة كمالا هاريس ومسكين أكثر نائبها، فميزان الثروة للمتنافسين على حكم أمريكا يصب في صالح دونالد ترامب ونائبه. تعالوا معنا في رحلة إلى ثروات المرشحين. نائب كمالا هاريس أفقر المتنافسين الأربعة في الانتخابات الرئاسية، بل إنه فقير بالمعايير الأمريكية لمن يريدون الوصول للبيت الأبيض. نائب هاريس يدعى تيم والز وثروته أقل من مليون دولار. الأكثر ثراء بالطبع دونالد ترامب بثروة تبلغ 5.7 مليارات دولار، يليه نائبه جي دي فانس وثروته تتراوح بين 4 ملايين دولار و11 مليون دولار، ثم كمالا هاريس التي لديها 3 ملايين دولار بين كاش وحسابات تقاعد. نائبها والز وثروته متواضعة لا تتجاوز 830 ألف دولار، وتتضمن منزله ومعاشه التقاعدي. والمفاجأة أنه لا يملك أسهما بعكس معظم الأمريكيين، وسيكون محظوظا لو فاز بالانتخابات، إذ إن راتب نائب الرئيس في أمريكا 285 ألف دولار سنوياً.